بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدعو مشايخ الدين الأجلاء لتلاوة الصلاة على الجنازة، جزاكم الله عنا خيرا. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وشد وأمن وأنعم، فزده يا ربي كرما وشرفا ورفعة ومهابة وإجلالا وتعظيما. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. رحم الله من نذر فاعتبر، وأمر فأتمر، وزجر فازدجر، ولمثل هذا الحق المبين انتظر. انتظروا واعتبروا يا أولي الألباب، الحكم لله الواحد الوهاب. معكم جنازة شاب من أهل التوحيد والإيمان والحقيقة والبرهان. مشايخنا الأفاضل الأكارم، لا بد في مثل هذه المواقف الرهيبة من كلمة حق في إخواننا آل عسل، وفي الأخ الثاكل أبو زاهر حسن وأنجاله المحترمين. مشايخنا الأفاضل، عندما سمعنا خبر اختفاء المرحوم زاهر، قمنا بمعية بعض المشايخ الإخوان بالتوجه إلى بيت الأخ أبو زاهر، فتوافدت عندها الوفود من البلدة وخارجها للتفتيش عليه، فلم نسمع من أبو زاهر ولا من أحد من أفراد عائلته إلا ما يرضي الخالق والمخلوق، فلم نسمع كلمة نادية ولا نظرة غريبة. شاب من خيرة شبابنا، موقف نحتاج به إلى رباطة الجيش والتحلي بالصبر وضبط النفس، ومع ورود الخبر هبت أهل الخير والصلاح إلى بيت جن العامرة لمواساة أهل المغدور أهل أبو عسل الكرام، والطلب منهم تقبل المصيبة بالرضا والقبول والامتثال لأمر الله بالتحلي بالصبر والتروي. وتحققت المساعي في تلطيف الأجواء وتدارك الأمور، وتكللت هذه المساعي بالنجاح، حيث تكرم الشيخ أبو زاهر حسن أبو عسلي والد فقيدنا وأقرباؤه بقبول وساطة أهل الخير والصلاح، والنزول عند رغبتهم بتسليم التحقيق في ملابسات الحادث للشرطة والجهات المختصة بمثل هذه الأمور. ونحن في هذا الموقف الجلال لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل شكرنا وتقديرنا للشيخ أبو زاهر وإلى كل من تربطه بعلاقات الحسب والنسب على قبولهم الخاطر في العمل على تهدئة الخواطر والتحلي بالصبر وضبط النفس، فشكرا جزيلا لفضلهم ووقوفهم هذا الموقف المشرف. نعم أيها الأهل، وأمام هذه الجموع الحاشدة وفي مثل هذا الموقف المأساوي الأليم الذي يؤسفنا وقوعه وحدوثه، نقول إننا نعيش ظروفا قاسية وأوضاعا صعبة تختل فيها الموازين أحيانا ولو لبرهة،
ويركب الطيش بعض أفراد هذا المجتمع فتقع حوادث تعكر الصفو والأجواء وتؤدي إلى اضطراب وتغير في مجريات الأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن عباده لحظة وهو دائما يشملهم برعايته، فأوجد في كل مجتمع أناس حكماء ورجال عقلاء ووجهاء فضلاء يعرفون كيف يتحكمون بالحدث من أهل الخير والإصلاح وأهل المصاب، وكيف يضبطون الموازين ويتجاوزون الإساءة بالإحسان، ويعملون على رأب الصدع ومعالجة القضايا بالشكل الذي يعيد الحياة إلى ما كانت عليه، فلا يغضب ولا ينجرف أمام الأهواء. ثم كانت درجات الناس متفاوتة في التخلي أمام الشدائد وأمام مصابنا الأليم هذا. وقفوا أبو أسد الصامدين لا تهزهم عظمة البلاء، عاملين بقول من قال لا يحمل الحقد الحقد من تعلو به الرتات، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أحسن نيتك ولا تنتظر المقابل فلا يزيغ المعروف وحده. ألا إن موقف المؤمن بقضاء الله وقدره، موقف الراضي والمسلم لأمره، المؤمن بما تجري به حكمة العلي القدير، المتلمس لعلم الخير في النوائب، وهذا من عدل الأمور. ولا تعجز عن حمل الجبال وخطب لا تستوعبه العقول. لقد ضربت مثلا في التسامح كما قال في الآية الكريمة: ليعفوا وليصافحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. توصلنا إلى حمدك وتعيننا للقبول بقضائك والتسليم بما أعطيته وبما أخذته، إنك السميع المجيب. من المؤمنين رجالا صدقوا بما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. مشايخنا الأفاضل، أيها المشيعون الكرام، ما كان بودي أن أقف هذا الموقف الأليم، موقف الراثي الذي آلمه الفراق فاستدر الحزن دموعه، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة ومشيئته نافذة في عباده، شاءوا أم أبوا، فطوبى لمن رضي بقضاء الله وسلم أمره إليه، فإن الرضا والتسليم إذعان لرب العالمين. لقد شاءت الأقدار وخطفت يد المنون من بيننا ابنا وأخا وصديقا، شابا نبيلا كريما حميد الخصال، عن عمر يناهز 34، أبو سليم زاهر حسن أبو عسل، والذي قضى نحبه في ظروف غامضة. ولد المرحوم في بيت متواضع ذكرا لوالده الشيخ أبا زاهر حسن أبو عسل، وقد شق طريقه منذ نعومة أظفاره، فتعلم في مدرسة القرية حتى الصف الثامن، ثم انتقل إلى قرية الرام لإتمام تعليمه. بعد إتمامه المرحلة الثانوية التحق بالخدمة العسكرية حتى أكملها على أتم وجه. التحق أبو سيلين بالجامعات حتى حصل على عدة شهادات جامعية. كان للمرحوم بوادر قيادية رغم سنه وجيله الصغير. التحق المرحوم بشرطة إسرائيل وكان يقوم بالخدمة بعيدا عن البيت،
فأبى أن يبقى بعيدا إلا أن القدر أبعده أبعد ما يكون. قام المرحوم لبناء مصلحة وبقي يعمل فيها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة: فاعلم يا أبا سيلين أن أجمل ما في الورد الرحيق وأغلى ما في الحياة الصديق، فأنت نعم الأخ والصديق. توفي أبا سيلين في مقتبل العمر، أثنى حياته في الكتب والعمل وراء رزق الحلال. له صرح من العمل الطيب، تميز بالصدق والبساطة، المحبة والفكر الثاقب والقلب النقي، اللسان الصادق والبسمة الساحرة واليد النزيهة، متوجا كل ذلك بنكران الذات مما أهله بمحبة الناس على جميع أطيافه. اقترن المرحوم بزوجة كريمة من عائلة كريمة، الأخت منار صالح، حيث رزقا بابنتين صغيرتين سيلين ومنار، وتكاتفا معا وأكملا معا دائرة العطاء. يا أبا سيلين يا صديقي العزيز، خرجت بإرادتك سالما غانما، وعدت لنا في مهد خشبي مرفوعا على الأكتاف. يا صديقي بكرت الرحيل، فماذا نقول لزوجتك ابنتيك والدك والدتك والعائلة الكريمة؟ فكيف لنا أن ننسى ابتسامتك وبشاشة وجهك التي لا يمكن أن تفارقنا؟ سلمت روحك الطاهرة لباريها، فإلى جنات الخلد يا أبا سيلين فارقت الحياة في ظروف غامضة. نحن لله عز وجل شاكرين مسلمين، ونترك للعدالة أن تأخذ مجراها وأن تعطي كل ذي حق حقه. نستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي. مؤخرا يشهد وسطنا العربي الكثير من الجرائم البشعة، ومن هذه الحادثة المؤلمة نطالب الجهات المختصة مسك جمام الأمور بصورة جدية، والعمل على قمع هذه الجرائم بيد من حديد. ومع كل هذا، عائلتنا، شيوخنا وشبابنا أبدت تفهما واحتراما للمشايخ الأجلاء والجاه الكريمة من وجهاء الطائفة العربية، وأبوا إلا أن يظهر العفو عند المقدرة. أريد التنويه أنه منذ يومين قامت العائلة أهل البلد شيبا وشبابا، شرطة إسرائيل وأهل النخوة من البلدان المجاورة، في التفتيش عن ابننا المرحوم منذ ساعات الصباح المبكرة وحتى ساعات المساء دون كلل أو ملل. نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على ما قدمتوه، وأخص بالشكر المجلس المحلي برئيسه وطاقمه الذي قدم لنا كل ما باستطاعته، فتعجز الكلمات عن التعبير. فباسمي وباسم عائلتي آل أبو عسل آل مرعي أنسباءهم وأقرباءهم، نتضرع إلى العالي عز وجل أن لا يريكم مكروها بعزيز، ونتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على مواساتكم إيانا في مصابنا الأليم. إن لله وإن إليه راجعون.